الأمير المخطط. ما من حيوان آخر يتمتع بفراء فاخر كهذا الذي يمتلكه، ولا بصورة مخيفة كتلك التي يتميز بها. يتجول النمر المخطط وحده، وحش قوي ينسل بين الأشجار، عملاق قد يصل وزنه إلى 800 باوند من دون أن يفقد مشيته الصامتة الواثقة نحو الفريسة. يمضي حياته في الأعماق البعيدة للغابات، ويصطاد في جنح الليل، مما يجعل سلوكه وعاداته عصية على المشاهدة. النمور المخططة حيوانات انعزالية تمضي 80% من حياتها منفردة، تتوافر على الأغلب قرب الماء. وبخلاف الأسد وأكثر القطط المتوحشة الأخرى، فالنمور المخططة بارعة في السباحة. أكثر الأنواع توافرا الآن هي نمور البنغل، تتبعها السلالة السيبيرية الكبيرة. لم تعد الأساطير النمور البيضاء والمخططة نوعا آخر من النمور، وذلك لدى رؤيتها من قبل المغامرين الأوائل أول مرة، بل عدتها نمورا بنية الشعر. دروس البقاء للنمور تأتي في سن مبكرة. تولد جراء النمر المخطط بعد فترة حمل تستمر نحو 16 أسبوعا، وهي تولد عمياء وتبقى كذلك نحو 17 يوما، معتمدة على أمها في تقديم الحليب والحماية. سبحان الله. تتعلم الجراء مهارات البقاء خلال فترة نموها، وهي عندما تلاعب بعضها بعضا تختبر مهاراتها وطبيعتها المتوحشة وتكتشف موطنها أيضا. يجدر بهذه الجراء النامية أن تتعلم دروسها جيدا، فأقل من نصفها يصل إلى سن البلوغ. يصبح النمر المخطط مستعدا للصيد عندما يصبح عمره 18 شهرا تقريبا، ويحتاج إلى 6 أشهر أخرى أو ما يقاربها حتى يصبح قادرا على حماية نفسه والعيش وحده بعيدا عن أمه. قوية وشرسة ومستعدة للمعركة، خاصة عندما يكون الإنسان خصمها. كانت علاقة الإنسان بالنمر المخطط موضوعا مغريا للأساطير والحكايات الخرافية. إحدى هذه الأساطير مبني على حقيقة مرعبة. منذ نحو 1000 عام أخذ البشر الذين يعيشون في غابات آسيا وأدغالها يقتلون النمر. إن النمر الذي يتغذى على الإنسان هو في الغالب جريح أو طاعن في السن، لكن هذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فالنمور المخططة الرضيعة التي قتل والدها قبل أن يعلماهم الصيد بدأت تصطاد فرائس بشرية سهلة. عام 27 و900 ألف قام القرويون بمحاولة الإمساك بنمر مخطط كان يخيف القرية. كانوا في طريق عودتهم إلى القرية فخورين بغنيمتهم عندما هاجم نمر آخر. أثار النمر فزعا شديدا بين القرويين، ثم جاءوا لنجدة جيرانهم من الخطر. كانت نهاية سعيدة للجميع باستثناء النمر المخطط. لكن صيد النمر المخطط نادرا ما يكون دفاعا عن النفس. إن فراءها الجميل والتحدي المغري في صيد حيوان كهذا جعل من صيد النمور المخططة رياضة واسعة الانتشار. ثم ابتدع أمراء آسيا وملوكها تقليد صيد النمر المخطط من على ظهر الفيلة. قدم هذا الأمر الحماية للصيادين من مخالب النمر الحادة وفكيه المفترسين.
أما فيما يخص الصيادين الأوروبيين فكان جلد النمر المخطط واحدا من أثمن السلع التي يمكن بيعها. سمح ملك إنجلترا جورج الخامس بصيد النمر المخطط عام 2900 و1000، ثم بعده بعقود قليلة حفيدته إليزابيث الثانية. بعض النمور المخططة يمسك بها حية، أخطر حيوان متوحش في الأسر. وفي السيرك تتعلم النمور المخططة الخدع والألعاب تماما كعائلة الكلاب، لكن النمور المخططة تبقى الأشد خطورة ومفاجأة من جميع القطط المتوحشة. مملكة الوحوش محمية مسيجة تؤوي أكثر من 60 نمرا مخططا يجري توليدها من أجل السيرك وحدائق الحيوان. كلف أحد الحراس بتنظيف الأقفاص، لكنه سمع أحدهم يقترب منه وهو يقوم بعمله. هرب أحد النمور المخططة من قفصه، أمسك بالحارس من قدمه وسحبه على الأرض. تمكن العاملون في المحمية من إنقاذ الحارس، لكن النمر كان قد مزق قدمه عند الحذاء تقريبا. تأهبت شرطة الولاية والقائمون على الحيوانات على حدود مملكة الوحوش متوقعين حدوث هجوم. حاول رجال شرطة فلوريدا إطلاق رصاصات محذرة على النمر المخطط الهارب، لكنهم أخفقوا. لقد اتخذنا قرارا نهائيا أنه إذا تجاوز النمر حدود المحمية وشعرنا بأنه قد أصبح خطرا على السلامة العامة، فإننا سنقوم بخطوات جادة لإطلاق النار عليه. كان النمر يتجول في منطقة محاطة بسياج ارتفاعه 5 أقدام وحسب، فلم يجد رجال الشرطة خيارا آخر سوى إطلاق النار عليه. معلوم أن البراري هي الوطن الوحيد الحقيقي الملائم للنمر المخطط، لكن مناطق عيشها هذه تتقلص بسرعة. يهدد النمور المخططة خطر آخر أيضا، وهو دواء صيني قديم. ما زال كثير من الآسيويين يؤمنون بالخواص الشفائية لعظام النمر المخطط. جلب هذا العرف العلاجي القديم وجودة فرائه الرائع الباهظ الثمين ويلات الصيادين الجشعين على النمر المخطط. نتيجة لذلك انقرض النمر المخطط الآن في كثير من المناطق مثل جاوة. تمر النمور المخططة الآن بمحنة في البراري. منذ نحو قرن كان هناك أكثر من 100,000 نمر في البراري، ليس يتوافر منها الآن سوى 5,000 باقية. إذا كان في إمكانك أن تتخيل بلدة صغيرة في أمريكا يسكنها 5,000 إنسان هم الوحيدون على وجه الأرض، هذا ما سيجعلك تدرك الخطر.